مقدس کی تلاوت سے کرنے کے لیے میں قاری خوش الحان واصف الرحمن قاری جلال الدین کو مدعو کر رہا ہوں اس شعر کے ساتھ زباں پر خدا کا کلام آ رہا ہے زمین کو فلک کا سلام آ رہا ہے سلاطین عالم سنیں اور سر جھکا لے رسول خدا کا غلام آ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون هذا خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وأزلفت الجنة هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء ذلك يوم الخلود ذلك اليوم الخلود لهم ما يشاء وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون ولقد وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا يصير يوم
تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم.